بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد إشري يجي دور ساند، إشري مو ناس عندها حمى القمار، مش إشري يحك جنبه ومد، يحك حسابه البريدي ولا حسابه البنكي ويمد، سواء كان هنا بداخل تونس ولا داخل مصر ولا وبرا. استنى يا جاجة حتى يجيك القمح من باجة. سألت من يخبثه، من تسألت متتعرفوا من يطبق أوامرك، لأنك السيدة أنت عندك الأموال مش تعطيها للرابح. سند من في الحقيقة؟ سند نحن السراق القطعية، نحن النهابة، نحن اللي ميخليه حتى حد عنده حثيثة من المال، حثيثة من المال. سند تتم الشيطان خانكم ولعب بكم وتستناو في المغفلين مش يستندوكم. هايو سندوك شو مربوحكم هو زيادة غضب الله. متعرفش كيفاش بعد ما تكدس بين يديكم الأموال جيكم الآلام التي لا قبل لكم بها ولو لمدة نانو ثانية. نعود، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على تبسيط القرآن حتى يستيقظ بعض المغفلين من طرف الشيطان إلى أن هذا الطريق طريق الضلالة وطريق الندامة. آمين يا سميع يا هادي يا كريم.